اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى الاقلام، نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه، ونبدا باهم العناوين. في المدى البدايه، بغداديون العاصمه غارقه في النفايات. من صحيفه الزمان، تصاعد اعداد المصابين بكورونا في بغداد والمحافظات. في عربي 21، غارات متتالية للاحتلال على موقع جنوبي غزة. في العربي اللندني، القوات الأمريكية ترسم حدودها بالنار شرقي سوريا. في الشرق الأوسط، لبنان على شفير الهاوية، وكورونا دخل مرحلة التفشي التام. أقرأ في القدس العربي، استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس بزعم تنفيذ عملية الطعن. وفي العربي الجديد، السراج يبحث مع وزيري الدفاع التركي والقطري مستجدات الأوضاع في ليبيا. يبدو أن وتيرة الأحداث في العراق تتسارع بشكل كبير وسط أزمات سياسية واقتصادية وأمنية ومالية وصحية معقدة، مما يجعل حكومة الكاظمية أمام تحديات خطيرة وتهديدات كبيرة، ولا سيما بعد أن ازداد التوتر بين الأطراف المتصارعة على أراضيه، فضلاً عن الضغط الشعبي الذي يتمثل بالحراك الشعبي المستمر منذ الأول من شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يطالب بخروج الطبقة السياسية الحاكمة والتي تجثو على صدور العراقيين منذ عام 2003، التي أخفقت في حكم العراق وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة. وهناك رفض شعبي واسع للنفوذ الإيراني ومطالبات بخروجه مع إجراء الانتخابات المبكرة لتغيير الوضع القائم. هذا ما جاء في مقال للكاتب حاتم الفلاحي في موقع مركز راسام للدراسات. إن مشكلة الميليشيات المنفلتة ستبقى قائمة وحاضرة بقوة في الانتخابات المبكرة، كونها تتبع لأجندة خارجية وتعمل خارج إطار الدولة، ولها رؤيتها للحكم في العراق، وهي تمتلك أجنحة سياسية مشاركة في الحكم، وتدرك جيدا بأن إجراء انتخابات نزيهة ستكون نهايتهم، كما إن هذه الميليشيات تسيطر على الكثير من المناطق بحجة مواجهة تنظيم الدولة. لذا فنحن سنكون أمام مشكلة دستورية حقيقية، وهي الازدواجية في مناصب الميليشيات التي خيرت بين المناصب العسكرية أو العمل السياسي، ولكنها مارست عملها في الاتجاهين السياسي والعسكري، وهذا يعني أن السلاح المنفلت سيكون حاضراً بقوة في هذه الانتخابات بسبب هيمنتها وسيطرتها على الكثير من المفاصل الحيوية في الدولة العراقية. فهل ستنجح الحكومة في نزع سلاح هذه الميليشيات المنفلتة؟ وكيف؟ وهي التي فشلت في فرض القانون وهيبة الدولة على مجموعة مسلحة صغيرة في حادثة الدورة، بل فشلت القوات الأمنية في حماية الكاظمي داخل المنطقة الخضراء، فكيف سيتم حماية الانتخابات من سطوة السلاح المنفلت؟ وكيف ستكون الدولة قادرة على حظر مشاركة هذه الميليشيات في الانتخابات القادمة، طالما إن الكثير منهم اختار العمل العسكري على العمل السياسي؟ وهل ستقبل هذه الميليشيات بخسارة غطائها السياسي بهذه السهولة، أم أنها ستمارس عملها في الاتجاهين وستفرض إرادتها السياسية بقوة السلاح كما فعلت في الانتخابات الماضية أو في قضية تشكيل حكومة الزوفي؟ أضاف الكاتب أن اتباع الطرائق السابقة نفسها في الانتخابات البرلمانية يعني أننا سنكون أمام إنتاج النظام السياسي الفاسد نفسه، مع تطعيمه ببعض الشخصيات من الحراك الشعبي ليضفوا عليه صفة الشرعية والثورية. وفي حقيقة الأمر سيدور الفاسدون مرة أخرى وسينهى الحراك بحجة وجود ممثلين له،
لذا فلا يتغير كثير في هذا المشهد السياسي العراقي، هذا إذا وافق مجلس النواب على حل نفسه. آخر عروض الجريمة في البصرة المنكوبة اغتيال الناشط المدني تحسين الشحماني في مكان عمله وسط البصرة بعشرين إطلاقة نارية أطلقت عليه بهدوء ودم بارد واحترافية كبيرة. لا دلالة لها إلا أن القتلة مدربون للاغتيالات مخرجا من مخارج العملية الديمقراطية في العراق. المثير للدهشة والاستغراب أن السلطات المحلية في المحافظة والاتحادية أيضا التزمت الصمت إزاء هذه الجريمة وكأنها حدثت في جزر الواقواق. بشأن هذه الأوضاع في البصرة كتب عامر القيسي في صحيفة المدافع المتابعة: للبصرة حكاية من حكايات الظلام في هذه البلاد، حكاية الاغتيالات ضد مواطنين كل جريمتهم إنهم يطالبون بحقوق المسحوقين في بلاد الرافدين وتأمين أدنى شروط الحياة الإنسانية فيها. نعم، أدنى الشروط، فلسنا مترفين إلى الدرجة التي نطالب فيها أن نكون مثل مواطنين يعيشون على تخوم حدودنا المباحة. كتبت عموداً هنا في جريدة المدى عام 2005 تحت عنوان تفخيخ البصرة، بعد أن تعرضت سفرة طلابية لطلبة وطالبات كلية الهندسة في جامعة البصرة على ما تسعفني به ذاكرة الخاملة لهجمة إيمانية من مسلحين اعتبروا قتل طلبة العلم من موجبات التقرب إلى الله وجوباً، ما أدى إلى مقتل أحد الطلبة، ولم يكن القتل على يد إرهابيين تقليديين كما شاهدناه ونشاهده اليوم، كان القتل على يد عناصر بحزب أو تيار إسلامي كان يقول إنه مستهدف من الإرهاب وإنه يقاومه بكل قوته من مال وسلاح ونفوذ. واليوم تتحول البصرة من محطة لعبور المخدرات من إيران إلى دول الخليج العربي إلى مدينة مستهلكة له وحاضنة لمافياته. والأكثر مرارة أن البصرة تغرق اليوم ليس بالمخدرات التقليدية وإنما بمخدرات تسمى الكريستال الشديدة التأثير. اغتيال تحسين ليس اغتيالا شخصيا له ولن يكون الأخير، كما لم يكن من قبله خاتمة الفاجعة. وبحسب تقرير صحفي، تقع محافظة البصرة ضمن المناطق الحمر المتصدرة لعدد الناشطين الذين اقتلوا في المدة الماضية من دون توصل اللجان التحقيقية إلى أي خيط لتلك الجرائم التي يقول ناشطون إنها منظمة وتقوم بها جهات متنفذة ومتمرسة على القتل. اكتسبت خبرة واسعة في السنوات الماضية بشأن كتم الأصوات المناهضة. سياسة ترحيل الأزمات أو المصائب يبدو ستبقى سارية في البلد لسنوات عديدة. لا مشكلة تحل من الجذور، لأن العقبات السياسية كثيرة ولم تعد الإمكانات تتيح الحلول الكاملة، ولأن كل شيء يتأسس على تراكمات من الأخطاء والمعالجات الترقيعية التي ورثها البلد عن حكومات منظورة بالفساد والانتهازية السياسية والجهل بالإدارة والتفكير الاستراتيجي والعلاقات الدولية. الآن نسمع ما يريد أن يصحح المسار. كيف من الممكن أن يحدث ذلك والمحيط السياسي لا زال يقوم على تصورات في الإدارات العامة؟ إذن كيف يمكن التغيير؟ سؤال طرحه الكاتب فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان العراقية. العلاقة بين بغداد وأقليم كردستان العراق تبرز من خلال المشاكل المالية التي يتم التفاهم على حلها بصورة من التراضي المرحلي لعبور مسافات معينة، كل طرف يحسبها على وفق ما يدور في رأسه، غير أن المشكلة لم تصل إلى نهاية حتى بقرار توحيد الجمارك. في الجانب الآخر، هناك استحقاقات دولية على العراق مع البنك الدولي ومع تعويضات الكويت ومع ديون شركات استثمارية، وهذا يحتاج إلى خط شروع في قضم الديون وإعلان المنجز في التسديد بشكل واضح، استناداً إلى خطة توفير وزيادة الإيرادات وضغط الإنفاق الحكومي.
لا تزال مشكلة الرواتب المزدوجة قائمة برغم من المعالجات، ولا تزال هناك الدوائر الفائضة عن الحاجة والتي تستهلك نسبة عالية من الموازنات التشغيلية، ومن الممكن ترشيحها واختزالها وتحويل قسم منها إلى القطاع الخاص. من الممكن معالجة مشكلة البطالة ليس من خلال الوظيفة الحكومية كما هو الفهم الضيق اليوم، وإنما عبر الخاص أيضاً من خلال توسيع التسهيلات. أضاف الكاتب: غادروا المعالجات الترقيعية التي تظنون أن فيها نجاتكم من سخط العراقيين، بينما السخط يتراكم ليعاود الانفجار في وجوهكم مرة أخرى. كيف يمكن تصديق أي كلمة قالها الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله في خطابه الأخير؟ كانت مناسبة الخطاب ذكرى مرور 14 عاماً على نهاية حرب صيف عام 2006، راح يتحدث في كلمته عن انتصارات تحققت على الكيان الصهيوني، وفي الواقع هناك انتصار وحيد قد تحقق نتيجة حرب صيف 2006 هو انتصار حزب الله أي إيران على لبنان واللبنانيين. هذا ما جاء في مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. بلغة الأرقام، فقد الاقتصاد اللبناني ما يزيد على نصف حجمه. الأهم من ذلك كله أن الثقة العربية والعالمية بلبنان لم تعد موجودة. بيروت نفسها لم تعد موجودة. صمد لبنان طويلا في مواجهة ثقافة الموت التي سعت إلى القضاء عليه. صمد طويلا منذ عام 1969 تاريخ توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم الذي أسس لحرب عام 1975. ثم للحروب الأخرى التي لم ينهها الخروج العسكري الفلسطيني من لبنان، بل استمرت مع حلول السلاح الإيراني مكان السلاح الفلسطيني برعاية النظام السوري. بعد مضي 14 عاماً على انتهاء حرب صيف 2006 التي كان الهدف منها خلق حدث كبير للتغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى التي طالت أشرف اللبنانيين من سمير قصير إلى محمد شطح، نجد لبنان في حال لا يحسد عليها. يبدو مطلوباً من حزب الله تكريس هذه الحالة التعيسة والمزرية التي أصبح فيها اللبنانيون فقراء. أصبح لبنان من دون مدارس، لم يعد هناك مستشفى لبناني يعمل على نحو طبيعي في ظل رئيس للجمهورية اسمه ميشيل عون، ليس معروفا هل هو على تماس مع ما يدور على أرض لبنان أم يعيش في عالم آخر. في كل الأحوال هناك وضع لبناني جديد لا يجوز فيه الحديث عن عهد لم يعد له أي وجود. متى يتصالح حسن نصر الله مع الواقع ومع الأرقام؟ هذا هو السؤال الكبير الذي سيتبعه سؤال أكثر أهمية منه، وهو: هل يمتلك حزب الله حرية السير في سياسة لبنانية لا علاقة بهموم اللبنانيين وتطلعاتهم؟ إن اللبنانيين من الطوائف كلها والمذاهب كلها والمناطق يطالبون في معظمهم بالتصالح مع الواقع والأرقام. ليس كافياً تهديد اللبنانيين بالغضب كي يتذكروا غزوة بيروت والجبل في شهر آيار مايو عام 2008. ذكر صحيفة غارديان أن على النظام السياسي الحالي في لبنان الاختفاء، وذلك بعد استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب الانفجار الذي ضرب بيروت. وجاء في افتتاحيتها: بعد أيام من الانفجار الضخم الذي مزق العاصمة بيروت مخلفا 170 قتيلا في الأقل وآلافا من الجرحى، استقالت الحكومة اللبنانية في الأسبوع الماضي، وربما كانت فرصة لإنهاء الفصل الحزين من تاريخ لبنان. ولسوء الحظ يبدو أنه ستكون هناك فصول حزينة أخرى ستتحملها هذه الأمة المعذبة. مأساة لبنان اليوم أنه واقع وسط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اقتربت إسرائيل والإمارات مع بعضهما البعض في الأسبوع الماضي، وتدعم إيران حزب الله
الذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، ولكنه أصبح عماداً من أعمدة الدولة اللبنانية نتيجة لعقده شبكة من التحالفات الطائفية. ويلعب حزب الله دوراً في الحكومات اللبنانية منذ عقد تقريباً، وفي الماضي كان حزب الله يكمن في الظل تاركاً الآخرين للقيام بالدور وإدارة الحكومة، محتفظاً بالقدرة على التدخل في اللحظة المناسبة. وعندما تم تشكيل حكومة جديدة في كانون الثاني يناير بعد إجبار المتظاهرين الحكومة السابقة على الاستقالة، كان حزب الله يسيطر عليها بشكل كامل، وهذا يعني أنه يتحمل مسؤولية عجز الدولة التي لم تقم بعمل ما يجب أو لديها القليل لعمله لإصلاح الوضع. وهناك شكوك بأنه خزن الأسلحة قرب مكان الانفجار، ما يعني أن الجماعة التي تدعمها طهران ستجد صعوبة في استعادة تأثيرها وسيادتها. النظام السياسي الطائفي في لبنان هو في أساس عجز الدولة، وهو يقوم على النظام الذي فرضه الاستعمار الفرنسي وتم تأكيده في اتفاق الطائف عام 1991 بعد نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً. هذا وحذر الصحيفة من عقوبات أمريكية جديدة على لبنان، وربما قد تساعد في انتخابات جديدة، مع أن التصويت بناء على النظام الحالي لا يدعم إلا الموجودين في السلطة. وهناك مطلب للمتظاهرين قبل أي انتخابات، وهو تغيير قانون الانتخابات لنظام لا يقوم على المحاصصة الطائفية، وهذا يعني تسليم حكومة تصريف الأعمال الحالية إلى حكومة ممثلة. ذكر صحيفة واشنطن بوست أن الاتفاقية التي وقعها الكيان الصهيوني مع الإمارات لن تصنع السلام الدائم ولا يحصل بدون أن يشمل الفلسطينيين. وقد جاء في افتتاحيتها أن اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط نادرة كعواصف الصحراء، ولهذا فالصفقة لتطبيع العلاقات بين الكيان المسخ والإمارات هي نقطة تحول، ولو استمر فإن الاتفاق الذي أعلنه رئيس دونالد ترامب الخميس الماضي سيعلم الطريق أمام اتفاقية أخرى بين هذا الكيان الغاصب ودول الخليج الأخرى، والتي ظل التعاون معها حتى الآن سرية. بالنسبة لدونالد ترامب الذي لم ينجز أي شيء على صعيد السياسة الخارجية، فمنظور مصافحة ولي العهد في أبو ظبي محمد بن زايد إياد نتنياهو في البيت الأبيض سيكون بمثابة باقة ورد له في عام انتخابي. فكرة أن الاتفاق سيعزل إيران وجماعتها في المنطقة أمر سترحب به واشنطن، إلا أن الخاسر الذي لا يمكن إنكاره هي السلطة الوطنية. وحتى هذا اليوم فقد عولت اللا سلام بين العالم العربي وإسرائيل بدون إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وتعبيد الطريق أمام دولة فلسطينية، ولكن إسرائيل حققت سلاماً مع دولة في الخليج، وهناك توقعات بمعاهدات سلام أخرى في وقت تواصل فيه نقاط التفتيش بالضفة وتحتفظ بالمستوطنين هناك. وتعلق الصحيفة إن هذه النتيجة قد تكون مقبولة لترامب وكوشنر اللذان ضغطا على الفلسطينيين وفضلا نتنياهو وحلفائه الداعمين للضم في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى اختفاء الفلسطينيين بشكل سحري، ولن يبدد مطالبهم المشروعة بدولة. وأضافت الصحيفة أن الاتفاق هو خطة طريق قام بالتوسط فيها صهر ترامب ومستشار جاريد كوشنر، ومن حق ترامب وصف هذه الصفقة بالضخمة. تقول الصحيفة أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو كوفي على خطة الضم التي هدد من خلالها بضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة باتفاقية سلام مع دولة العربية، بحسب تعبير الصحيفة الأمريكية. أفاد مصدر لصحيفة تشوسون البول كوريا الشمالية الاثنين أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بمصادرة كل الكلاب الأليفة في بلاده.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته للصحيفة أن كيم جونغ أون أمر مالكي الكلاب الأليفة في البلاد بتسليمها للحكومة، مدعيا أنها رمز للانحطاط الرئيس مالي. وأضاف المصدر أن السلطات حددت منازل أصحاب الكلاب الأليفة وأجبرتهم على التخلي عنها أو مصادرتها بالقوة. وأوضح أن السلطات الكورية الشمالية تعتزم إرسال بعض الكلاب إلى حدائق الحيوان أو تسليمها للمطاعم لذبحها واستخدامها حلا لمشكلة نقص الغذاء في كوريا الشمالية. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.